الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، كما وأنني أذكركم بتذكير ودعوة غيركم، لأنه صلى الله عليه وسلم حثنا على فعل الخيرات، وحضنا على نشر العلم، وشجعنا على التذكير بالخير. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على الخير التعاون على العلم، وعلى نشر العلم، وعلى جمع الناس على العلم، وعلى دعوة الناس إلى العلم، وعلى تذكير الناس بالعلم. لذلك نذكر بعضنا بهذا الخير، فتداعوا بارك الله بكم، جمعنا الله دائما على طاعته على ما يحبه ويرضاه. نبدأ بمجلسنا مخلصين لله سبحانه ومتوكلين عليه عز وجل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: النوع 28 معرفة أداب طالب الحديث. قد تقدم منه جمل مفرقة، ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا. فقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقال حماد بن سلمة: وهذا ليس تكفيرا له، لأن الإنسان المسلم إذا كان مرائيا في طلب العلم، أو تعلم العلم للشهرة أو لجمع المال أو للرئاسة أو ليصير قاضيا أو مفتيا مثلا، فبهذا الفعل الخسيس لا يكفر ولا يخرج من الدين. فهذا ليس معناه أنه لا يدخل الجنة بالمرة، إنما هذا الإنسان يكون فوت على نفسه الخير العظيم، وحرم هذه البركة الكبيرة، حرم الثواب والأجر في هذا العلم، لأنه لم يكن مخلصا، كأن كان مرائيا أو طلبه للدنيا. إن كان مع الرياء فهو ذنب من الكبائر، وإن كان للدنيا، للرئاسة، للزعامة، للشهرة، لحب المال، لحب المنصب، أيضا يعني لا يكون مخلصا لله، يعني لم يكن تحصيله بقصد طلب الثواب من الله، فيكون حرم هذا الخير، وحرم هذا الأجر، وحرم هذه البركة. لا على أنه كافر يخلد في جهنم، بل إن مات على ذلك وكان مرتكبا للرياء مثلا، أو كان بعمل خبيث بقصد مخالف للشرع، بقصد محرم يفسد، ينشر مثلا الظلم، أو يساعد الفاسدين، فهذا يستحق والعياذ بالله تعالى الهلاك في الآخرة. لا على أنه كافر يخلد في النار، بل بعض الذنوب من ارتكبها ومات عليها بلا توبة لا يكون في المرتبة العليا في الجنة، ولا يكون كما يكون للأتقياء، لا يكون كما يكون للأتقياء. ففرق عظيم بين هذا وبين الأتقياء في الجنة. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال سفيان الثوري: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله تعالى. معناه من جملة الأعمال التي لها فضل ولها مرتبة
أما أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. هنا أفضلية مطلقة، أما في بعض المواضع تأتي الأفضلية وتكون مقيدة. نعم. قال ابن الصلاح: ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو بن نجيد أنه سأل أبا جعفر بن حمدان وكانا عبدين صالحين، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، ويسأل الله تعالى التوفيق والتسديد لذلك والتيسير والإعانة عليه، ويستعمل الأخلاق الجميلة والآداب الرضية. فقد في نسخة أخرى: وليستعمل. فقد قال أبو عاصم النبيل: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال يحيى بن أبي كثير: وهذا هنا معناه من أعلى أمور الدين أيضا. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال الشافعي: لا يطلب هذا أو لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما وشهرة ودينا وغيره إلى أن يفرغ منهم ويبدأ بأفرادهم، فمن تفرد بشيء أخذه عنه أولا، فإذا فرغ من مهماتهم وسماع عواليهم فليرحل إلى سائر البلدان على عادة الحفاظ المبرزين ولا يرحل قبل ذلك. قال الخطيب: فإن المقصود بالرحلة أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ أو قدم السماع والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلده ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، أو موجودين في كل منهما فليحصل حديث بلده ثم يرحل. قال: وإذا عزم على الرحلة فلا يترك أحدا في بلده من الرواة إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت، فقد قال بعضهم: ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا. قلت: ليس المراد تكثير الشيوخ للصيت العاطل، وإنما المراد تحصيل الفائدة عند من كانت. والأصل في الرحلة ما رواه البيهقي في المدخل والخطيب في الجامع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه قال: بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعهم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي وسرت شهرا حتى قدمت الشام، فأتيت عبد الله بن أنيس فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فأتاه فقال له يا جابر بن عبد الله، فأتاني فقال لي، فقلت نعم، فرجع فأخبره فقام يطأ ثوبه حتى لقيني، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص لم أسمعه، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر. وهنا تنبيه مهم: نسبة الصوت إلى الله عز وجل لا تصح، ولم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في القرآن ولا في الحديث الصحيح ولا فيما أجمعت عليه الأمة نسبة الصوت إلى الله، بل قد أحسن الحافظ المقدسي حيث تتبع أحاديث الصوت وبين أنها ضعيفة وأنها لا تعتمد في العقائد وأنه لا يصح منها شيء وحتى هذا الحديث الذي سيذكر الآن، الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يعني في شرحه على البخاري بين أن فيه فلان يعني أحد الرواة وهو ضعيف وفيه كلام، فلا يعتد ولا يعتمد على هذا الحديث في العقائد وعقيدة الأنبياء والملائكة والصحابة والآل وكل المسلمين، أن الله كلامه
ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، بل قد نقل الفقيه المالكي أبو بكر الصقلي، أبو بكر الصقلي، وكان في تقريبا القرن الخامس الهجري، وكان تقريبا في القرن الخامس الهجري، وله رسالة مفردة في شرح صفة الكلام. في هذه الرسالة نقل الإجماع على كفر من يقول بأن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة. إذن الله تعالى كلامه لا يشبه كلام المخلوقين بالمرة. فهذه اللفظة التي ستأتي الآن معكم لا تثبت عن رسول الله، وحاشا للرسول أن ينسب الصوت إلى الله عز وجل. نعم. فقال إذن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس عراة غرلا بهما. قلنا ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما هذه اللفظة التي علقنا عليها. إذن الله منزه عن الحرف والصوت واللغة لأنها صفات مخلوقة، والله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتصف بصفة حادثة مخلوقة، هذا مستحيل على الله. نعم. كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة. قلنا كيف وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. واستدل البيهقي أو حتى أقصه منه. قال واستدل البيهقي أيضا برحلة موسى إلى الخضر وقصته في الصحيح، وروي أيضا من طريق عياش بن عباس عن واهب بن عبد الله المعافري قال قدم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار على مسلمة بن مخلد فألفاه نائما فقال أيقظوه، فقالوا بل تنزل حتى يستيقظ، قال لست فاعلا، فأيقظوا مسلمة له فرحب به وقال انزل، قال لا حتى ترسل إلى عقبة بن عامر لحاجة لي إليه، فأرسل إلى عقبة فأتاه فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد مسلما على عورة فستره فكأنما أحيا موؤودة من قبرها؟ فقال عقبة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وسأل فكأنما أحيا موؤودة من قبرها، هذا للتشبيه، يعني له ثواب وأجر عظيم كالذي أدرك البنت وهي على قيد الحياة تحت التراب فخلصها أنقذها قبل أن تموت، هذا معنى أحيا، ليس معناه خلق فيها الحياة بل أنقذها من الموت، هذا معناه، وهذا له أجر عظيم كبير بلا شك. نعم. وسأل عبد الله بن أحمد أباه عن من طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلماء فيسمع منهم؟ قال يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة يشام الناس يسمعه منهم. وقال ابن معين أربعة لا تؤنس منهم أو لا تؤنس منهم رشدا، وذكر منهم رجلا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وقال إبراهيم بن أدهم إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، ولا يحمله الشره والحرص على التساهل أو لا يحملنه على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه السابقة، فإن شهوة السماع لا تنتهي ونهمة الطلب لا تنقضي والعلم كالبحار التي يتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها. أخرج المروزي في كتاب العلم قال حدثنا ابن شعيب بن الحبحاب قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن قتادة أنه قال قلت لشعيب بن الحبحاب نزل علي أبو العالية الرياحي فأقللت عنه الحديث، فقال شعيب السماع من الرجال أرزاق، وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات. في نسخة نزل عليك أبو العالية فأقللت عنه الحديث. نعم. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.
فقد قال بشر الحافي: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل زكاة الحديث كما تقول زكاة العلم أن يعلم، أو زكاة العلم إخراجه للناس، على هذا المعنى يعني. نعم. اعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقال إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. فصل: وينبغي للطالب أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع به. وقد قال المغيرة: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. وقال البخاري: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وفي الحديث: تواضعوا لمن تعلمون منه، رواه البيهقي مرفوعا من حديث أبي هريرة وضعفه. وقال الصحيح: وقفوه على عمر. وأورد في الباب حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، رواه أحمد وغيره. وهنا ليس منا يعني ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على آدابنا، ليس على نهجنا الكامل، وليس تكفيرا له أنه ليس من المسلمين، لا، إنما معناه ليس على تعاليمنا وطريقتنا الكاملة. نعم. وأسند عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، فإن كنت لآتي باب أحدهم فأقيل ببابهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه أو فأقيل ببابه ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت أبتغي بذلك طيب نفسه. وأسند عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: ما دققت على محدث بابه قط لقول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ويعتقد جلالة شيخه ورجحانه على غيره. فقد روى الخليلي في الإرشاد عن أبي يوسف القاضي قال: سمعت السلف يقولون: من لا يعرف لأستاذه لا يفلح، ويتحرى رضاه ويحذر سخطه، ولا يطول عليه بحيث يضجره، بل يقنع بما يحدثه به. معناه لا يفلح الفلاح الكامل المرجو يعني. نعم. فإن الإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزال به حتى ساء خلقه. وروينا عن ابن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم، فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. قال ابن الصلاح: ويخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال: وروينا عن الزهري أنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليستشره في أموره التي تعرض له، وفيما يشتغل فيه وكيفية اشتغاله، وعلى الشيخ نصحه في ذلك. وينبغي له، أي للطالب، إذا ظفر بسماع لشيخ أن يرشد إليه غيره من الطلبة، فإن كتمانه عنهم لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، فإن من بركة الحديث إفادته، كما قال مالك. وهذا للأسف بعض المشايخ وبعض الطلبة اليوم يفعلونه، إذا ظفروا بشيخ أو بمحدث كأنه كنز يريدون دفنه لأنفسهم، بل الذي ينبغي أن ينتفعوا هم والبقية منه، لأنك أنت قد تنتفع لنفسك وغيرك قد ينتفع فينفع الأمة. نعم. ونشره يمن. وقال ابن معين: من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. وكذا قال إسحاق بن راهويه. وقال ابن المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينسى، أو يتبع السلطان. وروى الخطيب في ذلك بسنده عن ابن عباس رفعه: إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. قال الخطيب: ولا يحرم الكتم عمن ليس بأهل، أو لا يقبل الصواب إذا أرشد إليه، أو نحو ذلك. وعلى ذلك يحمل ما نقل عن الأئمة من الكتم. وقد قال الخليل لأبي عبيدة: لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا.
ويتخذك به عدوا. وهنا لابد من ملاحظة، وهي أن هذا في من لا يقبل النصيحة، لأنك إن نصحته قد يزداد والعياذ بالله فسادا وتكبرا وغيا وظلما. أما الذي يقبل النصيحة تبين له. وفي المسألة الأولى أيضا، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله، هذا في من حرف وبدل في الفتوى أو كتم العلم الواجب مع وجود الطالب ولم يرشده إلى من يعطيه أو يبين له الفرض العيني مثلا، أو ما كان من فروض الكفاية ولا يوجد غيره يقوم به، يعني هذا بقيود. نعم. وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الحياء والكبر من السعي التام والتحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. فقد ذكر البخاري عن مجاهد أنه قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من رق وجهه دق علمه. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال وكيع: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه أو عمن هو مثله وعمن هو دونه. وكان ابن في نسخة في الموضعين رقة، وفي نسخة رقة علمه. وكان ابن المبارك يكتب عمن هو دونه، فقيل له فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. وروى البيهقي عن الأصمعي أنه قال: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وروى أيضا عن عمر أنه قال: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث: لا تتعلم لتماري به ولا ترائي به ولا تباهي به، ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بجهالة. وليصبر على جفاء شيخه وليعتني بالمهم، ولا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها، فإن ذلك شيء لا طائل تحته. قال ابن الصلاح: وليس من ذلك قول أبي حاتم: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال العراقي: كأنه أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. ويحتمل أنه أراد استيعاب الكتاب وترك انتخابه، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، ويكون النظر فيه حال الرواية. قال: وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه، فيكثر بذلك شيوخه ولا بأس به، فقد قال أبو حاتم: لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. وليكتب وليسمع ما يقع له من كتاب أو جزء بكماله ولا ينتخب، فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبه فيندم. وقد قال ابن المبارك: من تخبت على عالم قط إلا ندمت. وقال: ما جاء من منتق خير قط. وقال ابن معين: صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم. فإن احتاج إليه، أي إلى الانتخاب لكون الشيخ مكثرا وفي الرواية عسرا، أو كون الطالب غريبا لا يمكنه طول الإقامة، تولاه بنفسه وانتخب عواليه وما تكرر من رواياته وما لا يجده عند غيره، فإن قصر عنه لقلة معرفته استعان عليه بحافظ. قال ابن الصلاح: ويعلم في الأصل على أول إسناد الأحاديث المنتخبة بخط عريض أحمر أو بصاد ممدودة أو بطاء ممدودة أو نحو ذلك، وفائدته سهولة الكشف لأجل المعارضة أو لاحتمال ذهاب الفرع فيرجع إليه. فصل: ولا ينبغي للطالب أن يقتصر من الحديث في نسخة زيادة لأجل المعارضة أو لاحتمال ذهاب الفرع. عندك سهولة سهولة الكشف في النسخة وفائدته لأجل المعارضة غير سهولة الكشف. فصل: ولا ينبغي للطالب أن يقتصر من الحديث على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل ولا حصول في عداد أهل الحديث. وقد قال أبو عاصم النبيل: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نذلة. قال الخطيب: هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه،
فإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته، فليتعرف صحته وحسنه وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها حفظا وكتابة، مقدما في السماع والضبط والتفهم والمعرفة الصحيحين، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ثم السنن الكبرى للبيهقي، وليحرص عليه فلم يصنف في بابه مثله. ثم ما تمس الحاجة إليه، ثم من المسانيد والجوامع، فأهم من المسانيد والجوامع، فأهم المسانيد مسند أحمد، ويليه سائر المسانيد غيره، وأهم الجوامع الموطأ، ثم سائر الكتب المصنفة في الأحكام ككتاب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. ثم من كتب العلل كتابه أي أحمد وكتاب الدارقطني، ومن كتب الأسماء تاريخ البخاري الكبير وتاريخ ابن أبي خيثمة وكتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومن كتب ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة، وليعتني بكتب غريب الحديث وكتب شروحه أي الحديث، وليكن الإتقان من شأنه بأن يكون كل ما مر به اسم مشكل أو كلمة غريبة بحث عنها وأودعها قلبه. ماكولة. وقد قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان، وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهله، وليذاكر بمحفوظه ويباحث أهل المعرفة، فإن المذاكرة تعين على دوامه. قال علي بن أبي طالب: تذاكروا هذا الحديث إلا تفعلوا يدرس. وقال ابن مسعود: تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرة. وقال ابن عباس: مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة. وقال أبو سعيد الخدري: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن، خير من إحياء ليلة يعني بالنوافل. نعم. وقال الزهري: آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة. رواها البيهقي في المدخل، وهنا رواهما أو رواهما. نعم. وليكن حفظه له بالتدريج قليلا قليلا، ففي الصحيح: خذوا من الأعمال ما تطيقون. وقال الزهري: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. فصل: وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له مبادرا إليه، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فقلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل ذلك. قال الخطيب: لا يتمهر في الحديث ويقف في غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض، فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده أو يخلده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أمواتا بأمواتي، أو يذكي القلب. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج. وقال المصنف في شرح المهذب: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض فيه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. قال الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقتان، أجودهما تصنيف أو في نسخة طريقان، أجودهما تصنيفه على الأبواب الفقهية كالكتب الستة ونحوها، أو غيرها كشعب الإيمان للبيهقي والبعث والنشور له وغير ذلك، فيذكر في كل باب ما حضره مما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. وثانية تصنيفه على المسانيد، كل مسند على حدة. قال الدارقطني: أول من صنف مسندا نعيم بن حماد. قال الخطيب: وقد صنف أسد بن موسى مسندا وكان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته. وقال الحاكم: أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وقد تقدم ما فيه في نوع الحسن. وقال ابن عدي: يقال إن يحيى الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسدد بمصر، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة،
وأسد قبلهما وأسد قبلهما وأقدم موتا. وقال العقيلي عن علي بن عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقول: لا تسمع كلام أهل الكوفة في، فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند، فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وحسنه وضعيفه، وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف في أسماء الصحابة كما فعل الطبراني وهو أسهل تناولا، أو على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق في الإسلام فبالعشرة يبدأ ثم أهل بدر ثم الحديبية ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين. قال ابن الصلاح: وهذا أحسن، ومن أحسنه أي التصنيف تصنيفه أي الحديث معللا، بأن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف رواته، فإن معرفة المعلل أجل أنواع الحديث، والأولى جعله على الأبواب ليسهل تناوله. وقد صنف يعقوب بن شيبة مسنده معللا فلم يتم، قيل: ولم يتمم مسند معلل قط. وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللا في 200 جزء. تنبيه من طرق التصنيف أيضا جمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده، أو الدال على طريقته ويجمع أسانيده، إما مستوعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة، أو مستوعبا أو مقيدا بقيته على بقيته. نعم. ويجمعون أيضا حديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغيرهما، كحديث الأعمش، أو كل شيخ على انفراده. نعم. كحديث الأعمش للإسماعيلي وحديث الفضيل بن عياض للنسائي وغير ذلك. ويجمعون أيضا التراجم كمالك عن نافع عن ابن عمر وهشام عن أبيه عن عائشة وسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ويجمعون أيضا الأبواب بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف كرؤية الله تعالى، أفرده الآجري، ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام. مراده رؤية الله في الآخرة، وهذه المسألة أثبتها القرآن والحديث والإجماع. فالمسلم المؤمن في القيامة هو يكون في الجنة، وأما الله فلا يكون حالا في الجنة، ولا يكون في جهة ولا في مقابلة ولا في مسافة ولا بهيئة ولا بشكل ولا بصورة ولا بكمية، ولا يكون حالا معهم في الجنة، ولا يحتاجون أن ينظروا هكذا إلى أعلى ولا إلى أسفل ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف ولا إلى يمين ولا إلى يسار، لأنهم يرون من ليس كمثله شيء، كما عرفوه في الدنيا لا شبيه له، يرونه وهم في الجنة. أما هو سبحانه لا يكون حالا في الجنة، بل موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان ولا هيئة ولا شكل ولا صورة. نعم. ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام أفردهما البخاري، والنية أفرده ابن أبي الدنيا، والقضاء باليمين والشاهد أفرده الدارقطني، والقنوت أفرده ابن منده، والبسملة أفرده ابن عبد البر وغيره وغير ذلك. ويجمعون أيضا الطرق لحديث واحد، كطرق حديث من كذب علي للطبراني، وطرق حديث الحوض للضياء وغير ذلك. وليحذر من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما لم يتأهل له، فمن فعل ذلك لم يفلح، وضره في دينه وعلمه وعرضه. قال المصنف من زوائده: وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والموجزة والاصطلاحات المستعملة، ولا يبالغ في الإيجاز بحيث يفضي إلى الاستغلاق، ولا في الإيضاح بحيث ينتهي إلى الركاكة، وأن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. قال في شرح المهذب: والمراد بذلك أن لا يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. قال: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وقد روينا عن البخاري في آداب طالب الحديث أثرا لطيفا نختم به هذا النوع. قال: أخبرني أبو الفضل الأزهري وغيره سماعا، قال: أخبرنا أبو العباس المقدسي، قال: أخبرتنا عائشة بنت علي، قال: أخبرنا أبو عيسى بن علاق، قال: أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير، قال: أخبرنا أبو نصر اليونارتي أو علاق.
قال سمعت الإمام أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن صالح بن خلف يقول سمعت أبا ذر عمار بن محمد بن مخلد التميمي يقول سمعت أبا المظفر محمد بن أحمد بن حامد البخاري قال لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن يزيد الهمذانية عن قضاء الري ورد بخارى فحملني معلمي أبو إبراهيم الختلي إليه وقال له أسألك أن تحدث هذا الصبي مما سمعت من مشايخنا فقال ما لي سماع قال فكيف وأنت فقيه قال لأني لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي إلى طلب الحديث فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري وأعلمته مرادي فقال لي يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره واعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعا مع أربع كأربع مثل أربع في أربع عند أربع بأربع على أربع عن أربع لأربع وكل هذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع فإذا تمت له كلها هان عليه أربع وابتلي بأربع فإذا صبر على ذلك أكرمه الله في الدنيا بأربع وأثابه في الآخرة بأربع قلت له فسر لي رحمك الله ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات قال نعم أما الأربعة التي يحتاج إلى كتبها هي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وشرائعه والصحابة ومقاديرهم والتابعين وأحوالهم وسائر العلماء وتواريخهم مع أسماء رجالها وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع الخطب والدعاء مع التوسل والبسملة مع السورة والتكبير مع الصلوات مثل المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات في صغره وفي إدراكه وفي شبابه وفي كهولته عند شغله وعند فراغه وعند فقره بدل التوسل الترسل في نسخة الترسل نعم في إدراكه وفي شباب في صغره وفي إدراكه وفي شبابه وفي كهولته عند شغله وعند فراغه وعند فقره وعند غناه بالجبال والبحار والبلدان والبراري على الأحجار والأصداف والجلود والأكتاف إلى الوقت الذي يمكنه نقلها إلى الأوراق عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه وعن كتاب أبيه أو مثله وعمن هو دونه عن كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره لوجه الله تعالى طالبا لمرضاته والعمل بما وافق كتاب الله منها ونشرها بين طالبيها والتأليف في إحياء ذكره بعده ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع هي من كسب العبد معرفة الكتابة واللغة والصرف والنحو مع أربع هن من عطاء الله تعالى الصحة والقدرة والحرص والحفظ فإذا صحت له هذه الأشياء هان عليه أربع الأهل والولد والمال والوطن وابتلي بأربع شماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلماء فإذا صبر على هذه المحن أكرمه الله في الدنيا بأربع بعز القناعة وبهيبة اليقين وبلذة العلم وبحبرة الأبد في هذه النسخة وبهيبة النفس في نسخة وبهيبة النفس نعم وأثابه في الآخرة بأربع بالشفاعة لمن أراد من إخوانه وبظل العرش حيث لا ظل إلا ظله ويسقي من أراد من حوض محمد صلى الله عليه وسلم وبجوار النبيين في أعلى عليين في الجنة فقد أعلمتك يا بني بمجملات جميع ما كنت سمعت من مشايخي متفرقا في هذا الباب فأقبل الآن على ما قصدتني له أو دع النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل الإسناد في أصله خصيصة فاضلة لهذه الأمة ليست لغيرها من الأمم قال ابن حزم خصيصة قال ابن حزم نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال خص الله به المسلمين دون سائر الملل وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود لكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه قال وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط وأما النقل بالطريق الطريق المشتملة على كذاب أو مجهول فكثير في نقل اليهود والنصارى زيادة العين أو مجهول العين في نسخة أو مجهول العين قال وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس وقال أبو علي الغساني الجياني خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطيها من قبلها الإسناد والأنساب والإعراب ومن أدلة ذلك ما رواه الحاكم وغيره عن مطر الوراق في قوله تعالى أو أثارة من علم قال إسناد الحديث
أو أثرة من علم؟ قال إسناد الحديث وسنة بالغة مؤكدة. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أو أثارة من علم. وقال وسنة بالغة مؤكدة. قال ابن المبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أخرجه مسلم. وقال سفيان بن عيينة تحدث الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال الزهري أترقى السطح بلا سلم. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، وطلب العلو فيه سنة. قال أحمد بن حنبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب أو قربة إلى الله. ولهذا قرب يعني القرب المعنوي، واللفظة الثانية أو قربة يعني طاعة. وفي العبارة التي سبقت في قوله سنة يعني كان من عادتهم ذلك، وإلا فما يحتاج إليه عند الضرورة هذا من فروض الكفاية. نعم. ولهذا استحبت الرحلة كما تقدم. قال الحاكم ويحتج له بحديث أنس في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتانا رسولك فزعم كذا، الحديث رواه مسلم. قال ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله لذلك ولا أمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه. قال وقد رحل في طلب الإسناد غير واحد من الصحابة، ثم ساق بسنده حديث خروج أبي أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة الحديث في ستر المؤمن. وقال العلائي في الاستدلال بما ذكروه نظر لا يخفى. أما حديث ضمام فقد اختلف العلماء فيه هل كان أسلم قبل مجيئه أو لا، فإن قلنا إنه لم يكن أسلم كما اختاره أبو داود فلا ريب في أن هذا ليس طلبا للعلو، بل كان شاكا في قول الرسول الذي جاءه فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استثبت الأمر وشاهد من أحواله ما حصل له العلم القطعي بصدقه. ولهذا قال في كلامه فزعم لنا أنك إلى آخره، فإن الزعم إنما يكون في مظنة الكذب. وإن قلنا كان أسلم فلم يكن مجيئه أيضا لطلب العلو في الإسناد، بل ليرتقي من الظن إلى اليقين، لأن الرسول الذي أتاهم لم يفد خبره إلا الظن، ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم أفاد اليقين. قال وكذلك ما يحتج به لهذا القول من رحلة جماعة من الصحابة والتابعين في سماع أحاديث معينة إلى البلاد لا دليل فيه أيضا لجواز أن تكون تلك الأحاديث لم تتصل إلى من رحل بسببها من جهة صحيحة، فكانت الرحلة لتحصيلها لا للعلو فيها. قال نعم لا ريب في اتفاق أئمة الحديث قديما وحديثا على الرحلة إلى من عنده الإسناد العالي، وهو أي العلو أقسام خمسة، أجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العدد بإسناد صحيح نظيف، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إلى هذا العلو، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة كأبي هدبة ودينار وخراش ونعيم بن سالم ويعلى بن الأشدق وأبي الدنيا الأشد. قال الذهبي متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي بعد، وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، وبالإجازة في الطريق 11، وذلك كثير، وبضعف يسير غير واه 10، ولم يقع لنا بذلك إلا أحاديث قليلة جدا في معجم الطبراني الصغير. قال أخبرني مسند الدنيا أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي إجازة مكاتبة منها في رجب سنة 69 و800 عن محمد بن إبراهيم بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من حدث عنه بالإجازة. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري، وهو آخر من حدث عنه، عن أبي القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني، وهو آخر من حدث عنه. قال أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله وأبو الفضل الثقفي سماعا عليهما. قال أخبرنا أبو بكر بن ريثة. قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني. قال حدثنا عبيد الله بن رماحس سنة 74 و200. قال حدثنا أبو عمرو زياد بن طارق وكان قد أتت عليه 120 سنة. قال سمعت أبا جرول زهير بن سرد الجشمي يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يسرق السبي والنساء فأتيته فأنشأت أقول هذا الشعر أمن علينا رسول الله في كرم. وفي نسخة زيادة والشاء
في نسخة زيادة والشاء، يعني الشياه الأغنام يعني. نعم. أمنن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر. أمنن على بيضة قد عاقها قدر، مشتت شملها في دهرها غير. مشتت شملها في دهرها غير. يا خير طفل ومولود ومنتخب في العالمين، إذا ما حصل البشر. أبقت لنا الدهر هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر. إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر. امنن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من محضها درر. إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تذر. لا تجعلنا كمن شالت نعامته، والسبق منا فإنا معشر زهر. إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت، وعندنا بعد هذا اليوم مدخر. فألبس العفو من قد كنت ترضعه، من أمهاتك إن العفو مشتهر. يا خير من مرحت كمت الجياد به، عند الهياج إذا ما استوقد الشرر. إنا نؤمل عفوا منك تلبسه، هذه البرية إذ تعفو وتنتصر. فاعف الله عما أنت راهبه، يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. عشاري أخرجه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه عن ابن رماحس، وأبو الحسن بن قانع عن عبيد الله بن علي الخواص عن ابن رماحس، وله شاهد من رواية ابن إسحاق في المغازي. قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما كان يوم حنين يوم هوازن، فذكر القصة وسياقه أتم. وقد أخرجه الضياء في المختارة من حديث زهير، واستشهد له بحديث عمرو بن شعيب فهو عنده على شرط الحسن. وأما الذهبي فقال في الميزان: عبيد الله بن رماحس القيسي الرملي كان معمرا، ما رأيت للمتقدمين فيه جرحا. قال: ثم رأيت لحديثه هذا علة قادحة. قال ابن عبد البر فيه: رواه عبيد الله عن زياد بن طارق عن زياد بن الصرد بن زهير عن أبيه عن جده زهير. فعمد عبيد الله إلى الإسناد فأسقط منه رجلين، وبه إلى الطبراني. ابن عبد البر. وبه إلى الطبراني قال: حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فروخ الأنصاري الدمشقي قال: حدثني جدي لأمي عمر بن أبان بن مفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوء أخذ ركوة فوضعها على يساره، وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، ثم أدار الركوة على يده اليمنى فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، وأخذ ماء جديدا لسماخه. فقلت له: قد مسحت أذنيك. فقال: يا غلام، إنهما من الرأس ليسهما من الوجه. ثم قال: يا غلام، هل رأيت أو فهمت أو أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ضبطها في المواضع الثلاثة، ركوة أو ركوة بفتح الراء. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال الذهبي في الميزان: انفرد به الطبراني عن جعفر، وعمر بن أبان لا يدرى من هو. قال: والحديث ثماني لنا على ضعفه: الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وهشيم وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وغيرهم مع الصحة أيضا، وإن كثر العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث العلو المقيد بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الخمسة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل، وليس بعلو مطلق، إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، وقد يكون عاليا مطلقا أيضا، وهو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والأبدال والمساواة والمصافحة. فالموافقة أن يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد أقل من عددك إذا رويته بإسنادك عن مسلم عنه، والبدل أن يقع هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم وهو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث. وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى شيخ مسلم، فهو موافقة مقيدة. وقد تطلق الموافقة والبدل مع عدم العلو بل ومع النزول أيضا، كما وقع في كلام الذهبي وغيره. وقال ابن الصلاح: هو موافقة وبدل، ولكن لا يطلق عليه ذلك لعدم الالتفات إليه. تنبيه:
لم أقف على تصريح بأنه هل يشترط استواء الإسناد بعد الشيخ المجتمع فيه أو لا، وقد وقع لي في الإملاء حديث أمليته من طريق الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر الحديث، وقد أخرجه مسلم عن قتيبة عن يعقوب القارئ عن سهيل، فقتيبة له فيه شيخان عن سهيل، فوقع في صحيح مسلم عن أحدهما وفي الترمذي عن الآخر، فهل يسمى هذا موافقة لاجتماعنا معه في قتيبة أو بدلا للتخالف في شيخه والاجتماع في سهيل أو لا، ويكون واسطة بين الموافقة والبدل؟ احتمالات: أقربها عندي الثالث، والمساواة في أعصارنا قلة عدد إسنادك إلى الصحابي أو من قاربه، بحيث يقع بينك وبين صحابي مثلا من العدد مثل ما وقع بين مسلم وبينه، وهذا كان يوجد قديما، وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه، بل يوجد مطلق العدد كما قال العراقي. فإن تقدم أن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس في 3 أحاديث، وقد وقع للنسائي حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 10 أنفس، وذلك مساواة لنا، وهو ما رواه في كتاب الصلاة. قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال أخبرنا عبد الرحمن، قال أخبرنا زائدة عن منصور، عن هلال، عن الربيع بن خثيم، عن عمرو بن ميمون، عن ابن أبي ليلى، عن امرأة، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد، تعديل ثلث القرآن. قال النسائي: ما أعلم في الحديث إسنادا أطول من هذا. تعديل ثلث القرآن، يعني من قرأها مرة بالشروط له من الثواب ما يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. نعم. وفيه 6 من التابعين، أولهم منصور، وقد رواه الترمذي عن قتيبة ومحمد بن بشار، قال: حدثنا ابن مهدي، قال حدثنا زائدة به، وقال حسن. والمرأة هي امرأة أبي أيوب، وهو عشاري للترمذي أيضا. والمصافحة أن تقع هذه المساواة لشيخك فيكون لك مصافحة كأنك صافحت كأنك صافحت مسلما فأخذت عنه، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك. وهذا العلو تابع لنزول غالبا، فلولا نزول مسلم وشبهه لم تعلو أنت، وقد يكون مع علوبه أيضا فيكون عاليا مطلقا. الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي وإن تساويا في العدد. قال المصنف: فما أرويه عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن 3 عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. وكذا من سمع مسند أحمد على الحلاوي عن أبي العباس الحلبي عن النجيب أعلى ممن سمعه على الجمال الكناني عن العرضي عن زينب بنت مكي لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على 3 الآخرين. وما علوه بتقدم وفاة شيخك فلا مع التفات إلى لأمر آخر أو شيخ آخر، فحده الحافظ أحمد بن عمير بن جوص الدمشقي بمضي 50 سنة من وفاة الشيخ، وحده أبو عبد الله بن منده ب30 سنة تمضي من موته، وليس يقع في تلك المدة أعلى من ذلك. قال ابن الصلاح وهو أوسع: الخامس العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده، ويدخل كثير منه فيما قبله، ويمتاز عنه بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40 سنة وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرفه، وربما كان المتأخر أرجح بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط ثم حصل له ذلك بعد، إلا أن هذا علو معنوي كما سيأتي. تنبيه: جعل ابن طاهر وابن دقيق العيد هذا والذي قبله قسما واحدا، وزاد العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة، وجعله ابن طاهر قسمين: أحدهما العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهم، والآخر العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي. ثم قال: واعلم أن كل حديث عز على المحدث ولم يجده عاليا ولا بد له من إراده، فمن أي وجه أورده فهو عال لعزته. ومثل ذلك بأن البخاري روى عن أماثل أصحاب مالك، ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك لمعنى فيه، فكان فيه بينه وبين مالك 3 رجال. نكتة: وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو، قال: أخبرتني أم الفضل بنت محمد. نكتة معناه المسألة العلمية، يعني الفائدة. نعم.
قال أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءة عليها في ربيع الآخر سنة 70 و800. قال أخبرنا أبو إسحاق التنوخي سماعا وكانت وفاته سنة 800 عن إسماعيل بن يوسف القيسي وأبي روح بن عبد الرحمن المقدسي. قال أخبرنا أبو المنجب بن الليثي قال الأول سنة 63 أو اللتي. قال الأول سنة 63 و600. قال أخبرنا أبو الوقت السجزي في شعبان سنة 53 و500. قال أخبرنا أبو العاصم الفضيل بن يحيى الأنصاري في ذي الحجة سنة عاصم في نسخة عاصم الفضيل بن يحيى الأنصاري في ذي الحجة سنة 69 و400. قال أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح وكانت وفاته في الصفر سنة 92 و300. قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد المنيفي يعني أبا القاسم البغوي وكانت وفاته سنة 17 و300. قال حدثنا علي المنيعي في نسخة. قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري وكانت وفاته في رجب سنة 30 و200. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ومات سنة 60 و100. وعلي بن الجعد آخر من روى عنه. عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره. هذا الحديث اجتمع فيه أنواع العلو، أما العدد فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا ثقات بالسماع المتصل وهو أعلى ما يقع من ذلك. وأما بالنسبة إلى بعض الأئمة فلأن شعبة بن الحجاج من كبار الأئمة الذين روى الأئمة الستة عن أصحابهم، ولم يقع حديثه بعلو إلا في كتاب البخاري وأبي داود، وبينهما وبينه في كثير من الأحاديث رجل واحد. وأما بقية الجماعة فأقل ما بينهم وبينه اثنان وهو متقدم الوفاة، وبيني وبينه 9 أنفس وهو نهاية العلو. وأما علوه بالنسبة إلى أئمة الكتب فقد أخرجه البخاري عن أبي الوليد عن شعبة، فوقع لي بدلا عاليا كأني سمعته من أبي الحسن بن أبي المجد وأبي إسحاق التنوخي وغيرهما من شيوخ شيوخنا في الصحيح. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي وعن محمد بن مثنى وعن وهب بن جرير وعن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن بهز بن أسد وأبو داود عن مسدد عن بشر بن المفضل والترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك والنسائي عن حميد بن مسعدة عن بشر بن المفضل وابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن وكيع كلهم عن شعبة، فوقع لي بدلا لهم عاليا بثلاث درجات فكأني سمعته من أبي إسحاق بن مضر راوي صحيح مسلم. وكانت وفاته في رجب سنة 64 و600. ومنه سمع النووي صحيح مسلم. ومن أبي الحسن بن المقير راوي سنن أبي داود وكانت وفاته سنة 43 و600. ومن أبي الحسن بن البخاري راوي الترمذي وكانت وفاته سنة 90 و600. ومن إسماعيل بن أحمد العراقي راوي النسائي وكانت وفاته سنة 90 و600. ومن أبي السعدات راوي سنن ابن ماجه وكانت وفاته سنة 62 و600. وأما النزول فضد العلو فهو 5 أقسام أيضا تعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب وهو قول الجمهور. وهنا في نسخة 66 في نسخة سنة 66. نعم. قال ابن معين قال ابن المديني النزول شؤم، وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه، وفضله بعضهم على العلو. حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه فيزداد الثواب. قال ابن الصلاح وهذا مذهب ضعيف الحجة. قال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو صحة أولى. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أفقه أو كونه متصلا بالسماع وفي العالي حضور أو إجازة أو مناولة أو تساهل بعض رواته في الحمل ونحو ذلك فهو مختار. قال وكيع لأصحابه الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب. فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق.
قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. نكتفي بهذا القدر اليوم، وبهذا نكون أنهينا المجلد الثالث من كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله. وإن شاء الله تعالى يوم الأحد نبدأ بالمجلد الرابع والأخير من هذا الكتاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، تب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا، فرج عنا وعن المسلمين، الطف بنا وبهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم الموتى المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، واختم لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. نلتقي بكم غدا إن شاء الله تعالى مع كتاب سمعت الشيخ يقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.